المساحة الإجمالية بين التهكم والمعرفة عدد الساكنة 21,388 حسب إحصاء 2014 من المجلس الجماعي تكون من أربع منتخبات 23 منتخب إدارات تكون من 46 منتخب ومنتخب. في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة برسم 2016-2020 اتفقنا أن نذكر بأهم المشاريع التي تم إنجازها برسم مقطع الجماعي للتنمية سنة 2014-2016 موثقة بالصور. بالنسبة لجامعة أفراك كيف ما كيبان لكم الآن بالنسبة لأزمة التوجيهية المهمة قبل الأرض مجدد نحصل على سبيل المثال حي التسعين، حي الجديد، حي الوسط، حي التعريف، مدخل المدينة قبل التهيئة. أما بعد التهيئة فهذه هي الصور بالنسبة لمدخل مدينة أكورا من جهة الميلاد ومدخل مدينة أكورا من جهة الزيلاد. بالنسبة لحي البلوس بيئة الطريق بحي البلوس والطريق المؤدية إلى حي تاكات، تضليل أزقة بحي النصر وتهيئة طريق بمدري بيت العزة، تضليل أزقة بدوار ثلاث، تهيئة ساحة إعدادية والطريق المؤدية إلى حي تاكورات، موقف حافلة النقل العمومي، توسيع شبكة الكهرباء وإصلاح الإنارة العمومية، مشروع بناء مسبح جماعي في طور الإنجاز، ملعب سوسيورياضي للقرب المندمج، دار الثقافة الواجهة الرئيسية والواجهة الخلفية، مركز الوقاية المدنية، ملعب رياضي، الحديقة العمومية بعد التهيئة، تأهيل المركز التجاري، وتهيئة مقبرة الأفوران وإيتشي. كما تم اقتناء عدة آليات لإحضار الجماعة اقتناء سيارة إسعاف، اقتناء شاحنة للنفايات، واقتناء حاويات للنفايات، ثم اقتناء سيارتين للنفايات من جرب بيكوب، اقتناء حاوية للنفايات، اقتناء شاحنة رابعة لإصلاح مصابيح الإنارة العمومية، ومساهمة الجماعة في اقتناء وتدبير.